خلينا نروح للميا ونشوف معاها موجز لأهم الأخبار. عندك جولة كبيرة يا لميا النهاردة، هتشوفيها دلوقتي. بصبح عليكي وبشكرك جدا يا منى، واهلا بيكم مشاهدينا وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدأ مع فريق مودرن فيوتشر اللي حقق الفوز على نادي دلفي أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 3-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم على ملعب من الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب. ونادي الزمالك حرص على توجيه الشكر للاعيبه الثمانيه اللي تم الاستغناء عن خدماتهم خلال فتره الانتقالات الشتويه نظرا للتعاقد مع صفقات جديده. لعيبه فريق البنك الاهلي وصلوا لاستعداد لاستئناف بطوله الدوري، وشهدت تدريبات الفريق مشاركه جميع اللعيبه بعد انتظام محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في بطوله افريقيا. بعثت المنتخب المصري للريشة الطائرة نجحت في حصد 6 ميداليات متنوعة، وده خلال مشاركتها في البطولة العربية رقم 24 للكبار والشباب واللي بتستضيفها الرياض خلال الفترة من 29 يناير اللي فات ولحد 2 فبراير. منتخب نيجيريا اتأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وده بعد فوزه على نظيره أنغولا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة. منتخب الكونغو الديمقراطية اتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وده بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الحسن وتارا ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار. وبيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع الفائز من لقاء كوت ديفوار ومالي النهاردة الساعة 7 بالليل. منتخب الأردن اتأهل لنصف نهائي بطولة كأس آسيا لأول مرة في التاريخ، وده بعد الفوز على طاجيكستان بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة. منتخب كوريا الجنوبية حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس آسيا 2023 على حساب نظيره منتخب استراليا بنتيجة 2-1 بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية على استاد الجنوب في إطار منافسات ربع نهائي البطولة المقامة حاليا في قطر. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكوري في نصف نهائي كأس آسيا الحالية مع نظيره منتخب الأردن اللي تأهل لأول مرة في التاريخ. نادي ريال مدريد الإسباني كشف عن ترشيحه لخمس لعيبة لنيل جائزة لاعب شهر يناير في النادي الملكي بعد تقديم مستوى متميز مع الفريق. وضعهم في مقدمة ترتيب جدول الدوري برصيد 57 نقطة، واختار ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور على رأس قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر، بيليه رودريجو ثم الأسباني داني كارفاخال ثم الألماني توني كروس ومواطنه أنطونيو رودريجو.